إذا كانت صناعة الأواني الفخارية تستهويكم كحرفة أو حتى كهواية، فإن التقرير التالي الذي أعده لنا محمود أبو الليف ومحمد المحص وعبد العزيز المصري سيعرفكم على كل مراحل هذه الصناعة من ألفها إلى يائها. ما عليكم سوى تحضير أناملكم لصنع أوانيكم بأنفسكم. ده طامي مصري، ده الطامي اللي جايب بتاع النيل ده. بص، لو انت بصيت كده عليه في الشمس هتلاقيه بيلمع اهو. ده الطامي ده، ماشي. الطامي ده اللي بيطلع بتطهره الكراكه من المصرف ومن الترعه، ماشي. فبيطلع وانا بنجيبه بقى بلودر، بيحمله لي مثلا في عربيه او في يرار زراعي ولا بتاعه، وبيجيبه لي بيتعبي. بنجيب انا مثلا الراجل اللي شغال معايا العامل بيعبي، خد بالك، تملى الحوض ده في نصه مثلا من الطامي ده، والنص التاني بتنزل عليه المايه وبتسيبه يخمر. بعد ما بيخمر بيتجلب ويطلع في المصفى دي، ماشي. بعد ما جلبته بيطلع بقى ايه، بينزل الراجل تحت ويطلعه في المصفى دي، احط تاني هناك اهو، نشف في مجرى هناك برضو، في مجرى ماشيه بتوصل للحوض ده والحوض ده. بعد كده المرحلة اللي بعد كده، الطين ده بتشيله العمال برضو تدخله جوه. دي الطينة بقى اللي احنا صفناها، دي الطينة اللي احنا صفناها برا ودخلناها، عبارة عن ايه، بقت زي العجينة، حاجة نظيفة مفيهاش اي شوائب، عشان طبعا لما تيجي تشتغل على الدولاب زي انت ما هتشوف دلوقتي بعد شوية، يعني هيبقى الشغل كله بايد الصنايعي، فلازم تبقى دي زي الحرير مفيهاش اي حاجة. لان لو فيها اي حاجة، اول حاجه هتعور الصنايعي اللي بيشتغل، تاني حاجه هتضر الشغل اللي هو بيعمله. بالنسبه للشغل ده، اول حاجه فيها بعد الطينه ما بتخش من بره بتتخزن عندنا هنا، بناخد منها بندس برجليه دواس، بنسويها ونرش تراب قبل الايه الدواس عشان ما تلزقش ايه في الارضيه، لان الارضيه اصلا ارض عاديه. فطبعا انا بنحاول ان انا ايه، بناخد وندوس، ناخد وندوس، وبعد كده بنروح قلبها تاني، ها، وندوسها تاني. بعد الدواسة وبعد جهزنها على الدستة بنحطها، بنسويها، بنشقف بإيدي برضو عشان ما يكونش فيها إيه، لا حسواية ولا قشاية ولا الكلام ده كلته. فبعد كده بنجيبها على الدولاب، بنكببها وزنة، اسمها إحنا في قرنة وزنة زي الميزان، يعني بنعمل الحتة زي الإيه، يعني كأن الواحد زي التجريس كده، يعني إيه، معدل كده. انا بنعمل براق طاجن رز، ماشي. اللي انت شايفه ده، ده الطاجن اللي بتعمل فيه الرز المعمر. ايدي مع حركه الدوران عكس ايدي، يعني الدوران بيلف كده وانا ايدي عكسه، ماشي. فبيحصل تفريغ للطينه. الطينه دي انا ممكن نعملها اي شكل، ما شرطش الشكل ده، يعني انا بعمل كده اهو، ماشي. هجلب لك على شكل تاني خالص وانا شغال. يبقى اعتمدنا عليه هنا على ايديا، بس حركه ايدي، مهاره انا مكتسبها. اي صنايعي زي كده مكتسب المهاره ديت ممكن يعمل اللي انا بنعمله ده، غير كده ما كانش صنايعي ومتدرب ما يعرفش يعمل كده. اول شغل لما يطلع من ايد الصنايعي بنشيله قالب اللوح ونمشي بيه المسافة ديت، نحطه هنا كده، وبعدين نصلحه، ياخد له الأول ساعة في الشمس عشان خاطر إيه، يعني يجف شوية.
نقوم يعني ايه نصلحه، نصلح ولا بعض اسم اللوح بنسميه اللوح يعني ماشي. يقول له زي ايه، زي ساعه ساعه ونص قبل الشمس، وبعدين ناخده جوه نمشي بيه برضه نفس الايه نفس المسافه ديت، نكفيه على الشقه الثانيه كده، يبات ليله. بعد الليله دهيت يصبح ثاني يوم الصناعي يشتغل فيه. احنا دلوقتي بنجرد الشغل بعد تقطيعه، ده اسمه جرد، ده الفينش بتاع العمل. بعد ما يشف تماما ندخله الفرن مرحلة أولى. المرحلة الأولى دي برضه بتاخد لها تلات أيام. يغيب مرصوص مثلا يومين في الفرن، وبعد الفرن يتحرك يوم، وبعدين يرتاح يوم عشان السخونية أو يومين، وبعدين نبتدي نطلعه. نخش ننفض العفر اللي فيه، وبعدين ندهن البوهية بتاعته، وبعدين يخش تاني. برضه يخش له برضه مرحلة بتاعت تلات أيام. ينحرك برضه يوم ويريح يوم عشان السخونية، وتالت يوم بقى إيه نبتدي إيه نطلع فيه. يبقى الشغل ايه جوز يطلع بقى الشغل مرحله ايه اخر مرحله بقى ايه نفس المرحله اللي انت شايفها دي يعني ولا ايه يعني اخر حاجه دي بقى فيها بقى. كده شغل كده جاهز بقى ايه احمر. بس طبعا ديت المسافه دي بتقول لها شهر شهر او شهر ونص حسب الجو اللي احنا فيه يعني. في الشتاء ممكن تقعد شهرين ثلاثه، في الصيف شهر شهر ونص كده يعني في الحدود دي.